طلاب، سلام عليكم، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الدرس آخر من دروس التعليم الإلكتروني بالنسبة للتعرف على أجزاء جهاز التناسل الأنثوي. بعد ما قمنا باستخراج جهاز التناسل الأنثوي وضعناه على طاولة التشريح، نلاحظ الأجزاء. هذا هو المبيض بالنسبة للدجاج، نلاحظ هذا المبيض يتكون من عدد من الحويصلات. الحويصلات هذه أمامنا نلاحظها، ونلاحظ الحويصلة الناضجة وبها منطقة الاستيغما اللي تكون خالية من الأوعية الدموية كما أشرنا إليها سابقا، وهذه بها يحدث انشقاق جدار البويضة وتسقط في القمع اللي هو بداية الجهاز. هنا نلاحظ هذه المنطقة حويصلة بعد ما أفرغت محتواها من مادة الصفار. نلاحظ هذا أول جزء، هو جزء القمع، هو مدخل الجزء الأول من أجزاء جهاز التناسل الأنثوي في منطقة أعشاش النطاف. يحدث في عملية الإخصاب في هذا الجزء من أجزاء الجهاز الهضمي التناسل الأنثوي، فتسقط البويضة في داخل القمع. بعدين يجي وراها منطقة المعظم، هذا المجنوم، حيث هذا يعتبر من أطول أجزاء جهاز التناسل الأنثوي. في يحدث إفراز طبقات البياض وطبقات البياض السميك على اختلاف أنواعها في هذا المكان، ولاحظ هذه مجموعة النسيج العضلي مالته. بعدين يجي وراء هذا منطقة التقاء المعظم بالبرزخ، منطقة هذا البرزخ عندنا. بعدين يجي هذا هو الرحم اللي هو الشيل جلاند اللي بتفرز طبقات القشرة الكلسية، وهو صغير نسبيا مقارنة بما هو عليه بالثدييات. يجي بعد منطقة الرحم مباشرة، هنا طبعا تفرز فيها طبقات القشرة الكلسية وأيضا تأخذ البيضة صبغتها. بعدين تجي طبقة منطقة الفاجينا والفتحة التناسلية المشتركة الكويكة اللي بها ينطرح البيضة الناضجة إلى الخارج. هذا عملية بقاء البيضة نانو، وبعدين تستدار 180 درجة وبعدها تندفع من الفجاينة إلى خارج الجسم عن طريق نانو. راح نبدأ نفتح بداية القمع، لاحظوا طبعا ضروري بالمختبر انه جلوفز كفوف واستخدام مقص التشريح. لاحظ الطبقات، بداية المعظم اللي هي طبقات العضلية زائدا الغدد الفارزة للبياض. هنا لاحظ، انتبهوا على هاي النقطة. نفتح على كيفنا، شوفوا هنا هذا الصفار باعه، ودائر مدائر الصفار هي منطقة البياض السميك هذا بالمعظم. نتغلف صفار طبقة من طبقات البياض السميك هنا تنفرز. نستمر بالفتح، نستمر بالفتح، هنا راح نوصل منطقة التقاء المعظم مع البرزخ. هذه هي منطقة التقاء،
شوف هنا حتى النسيج يختلف بين هذا، بين نسيج المعظم ونسيج البرزخ. إلى أن نوصل إلى الرحم، نفتح الرحم، شوفوا الطبقات الرحم معنا واضحة أمامكم، اللي هي إن تفرز الكالسيوم بيغلف البيضة، وكذلك اللون تحدد لون البيضة هنا. يجي وراها مباشرة المهبل، هاي منطقة المهبل فاجينا، وبعدين تجي وراها الفتحة التناسلية. إذن هذا المبيض عندنا، ويجي وراه القمع كأول جزء، وبعدين يجي المعظم اللي طبقات البياض السميك، وبعدين يجي وراء البرزخ اللي ينفرز به القشرة الغلاف أو الأغشية الخفيفة، بعدين تيجي الرحم تنفرز به القشرة الكلسية، وأخيرا الكويكة اللي هي الفتحة التناسلية المشتركة. شكرا جزيلا لإصغاركم.